تقول إذا ثبت عن رجل أنه ساحر فهل يعين بالكفر وكذلك تارك الصلاة تكاسلا؟ الساحر يكفر، نعم الساحر بلا شك أنه يكفر، والدليل على ذلك قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، إلى أن قال وما يعلمان من أحد، يعني يعلمانه السحر حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر، دل على أن الذي يتعلم السحر أنه كافر. وقال في آخر الآية ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر ما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيب من الجنة، دل على كفره، دل على كفره. وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، لو أنهم آمنوا يعني تركوا السحر، دل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، السحر كفر تعلمه وتعليمه وتعاطيه، والواجب أن الساحر إذا ثبت عليه أنه ساحر إما بإقراره أو بالبينة إنه يقتل بكل حال، يقتل بكل حال، كما قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، وكما أمر عمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة بخلافته. نعم. يقول وأما الشق الثاني تارك الصلاة، تارك الصلاة متعمدا يكفر ولو لم يجحد وجوبها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، فإذا تركها كفر. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، علق الحكم بتركها لا بجحد وجوبها فقط بل بتركها.